بعض الناس يقولوا جمعية العلماء لعبت دور كبير في هذا الثورة. يعني هذه الإنسان يقول الحقيقة. على كل الأحزاب اللي وجدت في الجزائر كل خدمة الوعي نتاع الجزائر ما جاش إلا من حركة واحدة، ولكن باش يقولوا جماعة نتاع العلماء هذا ماشي باش ننتقد فيهم، ولكن ما كانش. كان واحد الأخ قال لي نتصل معاهم ربما يعاونوكم ماديا، سي حسين بالميلي، ومشى شاف سي العابد بيسي. سي العابد بيسي قال له هاد الناس يحكي عليهم موجودين حقيقة، ما كانش شي من باللي كانين الناس تفتش عليهم فرنسا وقادرين يعني غدوة يديروا أعمال يعني عسكرية. هذا السيد زاد ولا السي العربي تبسي من بعد أول نوفمبر، وقالوا أنا راني مستعد نمشي حتى للجبل، ولكن كان جماعة راهم يتصلوا مع سوستال ماذا بينا نبعدوا رواحهم منهم. حاجة أخرى وهو الجماعة المصريين في القاهرة 15 يوم قبل الأعمال شافوا السي الإبراهيمي والشيخ الورتيلاني وحطوا لهم السؤال، لأن المصريين كان عالمهم بالله باللي راه عمل تتوجد في الجزائر. قالوا لهم يا هل ترى راه اليوم اعمال في تونس وفي المغرب، يا هل ترى ما تشوفوش انتم باللي راه وقت باش الجزائر يبداو يعملوا. وقال لهم الشيخ الابراهيمي هذا الشعب احنا اللي رانا نربوا فيه هم مازال بعيد من هذا الفكر. هذا يعني توضيح في مثال تاع نقط، ما عنديش قصد باش ننتقد في انسان اخر، ولكن كاين دور وكاين حقيقه لازم نقولها، وهذه راه على عاتقنا كل وهي الحقيقه قبل كل شيء.